سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، هل المقصود شد الرحال للطاعة بصفة عامة أم هو خاص بالصلاة في المساجد فقط؟ السفر للتجارة، السفر لطلب العلم، السفر لصلة الأرحام المشروع، إنما لأجل الصلاة في مكان. لا تشد الرحال لأجل الصلاة في مكان معين إلا في المساجد الثلاث. نعم.